تسلم الايادة كبير. عفوا على ايه حبيبي. عسل شكرا. تحب شطة؟ ها؟ لا انا من غير شطة. بس بقى ست زي ما بقولك انا راجل كسيب وصنعتي مكفية واقدر منها افتح بيت. طب وانا مالي؟ طب بقولك يا بنت انا عايز اعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ عايش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الاول. انا عايشه مع فتون اختي الكبيره ولوحدينا، زي ما انت عارف انا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس انا معايا اعداديه. تعرف ان انا كنت جايبه مجموعه 98؟ كنت الاولى على المنطقه كلها. كان نفسي ابقى دكتوره كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. اصل مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها؟ تتجوزيني ولا لا؟ حسن في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك عسل يا فيه؟ انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون انا ما يهمنيش غيرك ومش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. وانت بتاعتي هتشوفي. ايه ده؟ وفي يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه يا باشا. بس عفو تيجي معايا العظمه دي؟ بس بقى كان على هناك. عايز يا بنت تحاسبي يا بنت يا عاميه يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم 2 ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده. ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ لكن هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها وكل شوية راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال انت قليلة الأدب يا فتحية. انا عليك لا بحبك. علي ما تصحى يا راجل يا خرابي. ده انت مش نايم انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي في خناقة بره. يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود. ايه عسليه؟ حاسي انتي بقى انتي ايه موتيها ولا ايه؟ بس ده كهن نسوان اللي عارفاه. يا ميدو البت ده كهن نسوان. يا بنتي يا مفتر الوحيد اوعي يا ولد اوعي يا كهن نسوان. يا خلاص يا مروه خلاص. جري علي هارون. تعالى علي هارون اللي بناه كلها تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه. واللي يشوف حاجه يجي
وانا اوريه مقامه. من النهارده بتكون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا. المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك هو يا يلا. رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش انا اسمر جوا اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجة، حدش له كلمة. استغفر الله العظيم. ملك يا بيت، مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك؟ مبروك على ايه؟ على الجرسة؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرسة ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بنت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد ومالكيش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. يلا راشد اهو. ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. امر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. اتفضل. حسام المهداوي المحامي. ألف سلامة. بقول لك إيه؟ ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين. كلام إيه؟ أنا ما عنديش كلام. أنا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس معلش. تعالى اجري. ألف سلامة معلش، إيه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر أبيض، إيه اللي حصل ده؟ خش خد سيجاره. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوق ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين اتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامه. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شيطان. تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا.
ازيك يابا؟ الحمد لله. بس انت زي القمر. يا سلام، عرفت اني راجل يا طيب انها زي القمر من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت، وانا ربنا اخذ مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي خليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده منلاقي احبابه. ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركة، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكرين؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده، انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي ده؟ انا ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضه علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يابا. عارفه لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكايه. حكايه؟ اصل الدنيا دي مليانه حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية.